الأخير كانت بتحلم بالتحرير من كل حبس حابس كابس كل طير، بس محتاجين ضمير يكون نصير لكل واحد كان في يوم عايش أسير، عاوز يطير ويبقى حر مش كتير، الصغير والكبير يعيش في خير والإنسان يصير بصير، وده التغيير اللي الكل بيحلم بيه ومحدش لاقيه. ما تقولش ليه وشوف يا بيه هقولك ايه، كان يا مكان كان في زمان بلد امان لكل انسان عايش مرضي كافي خير وشر وشاكر للرحمن. انا اول نغير وندور شمس الحرية تنور، خلي بالك كل العالم بيصور وانت بتتهور، قاعد بتكسر وتخرب لتاريخ بلدك بتسرب، والغرب بيتفرج وعدوك على بابك عمال بيقرب. أيو سام هوم خبت وهيدي رجعت لمعت فعت ما منعت عن الفن ونفست، بقول لك أيو سام هوم عملت صمدت علمت خرجت سيارت غيرت مجتمع فارت، بقول لك أيو سام هوم وقف ما فيش داعي دين تبوس ولا بوطي حالك لأي ريس، بلش بتغيير حالك بتغيروا الآخرين وانت دير بالك لبعد هيك، لأنه أي خطوة محسوبة عليك راح تكون مثال وقدوة نظف لإيديك. برجع بقول هدفي عربي عمل حرر ثقافة وعمر بلدك يصير مقبول عند الغرب والشرق، يا خال ما بيفرقوا عنا لأنه عنا العقول وإحنا لاصل الدال على وجود تاريخ الطب والفلك والدين، امسك قلم يلا بلش التقرير. فلسطين القضية الأولى زي ما هي، والآن حوالينا في أكثر من قضية، لأنه عصر الجاهلية ما زال بيننا موجود في العلم والعمل للأسف وفي الشارع مشهود. أنا عارف إنه كلنا نبغى تغيير، بس المكتوب مكتوب وننتظر المصير، فيا بني آدم غير اللي في نفسك في الأول، الحياة قصيرة لكن الرحلة الظاهر حتطول. الإنسان يبغى يعيش زي الأوادم والناس، ما في سرقة ولا ظلم، في ضمير في إحساس، في عدل في حقوق في ترابط أخوان، في نظام مو روتين في نظافة من الإيمان، في تعاون في خوف على بعض في أمانة، مو من عادات أمة محمد الغش والخيانة. الصوت أهو وصل من الحنجرة والبطن، إحنا الناس والشعب والعرب والوطن.